هي كمان اهم صورة النهاردة، كانت ل 332 شاب خرجوا من السجون المصرية بعفو رئاسي. النهاردة في 332 أسرة، 332 أسرة سعيدة هتنام وتبات وولادها في حضنها، 332 أم أول ما دخل عليها ابنها يا إما زغرطت يا إما حضنته وبكت يا إما سجدت لله شكرا، 332 أب وأم النهاردة احتفوا بأولادهم، احتفوا بأحفادهم اللي خرجوا من السجون بعفو رئاسي. النهاردة الرئيس في المؤتمر، مؤتمر الشباب، أعلن يعني قائمة العفو الرابعة التي أعدتها لجنة العفو الرئاسي وتضمنت هؤلاء الشباب 332 من المحبوسين في قضايا التظاهر والتجمهر وأصحاب الحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية. الرئيس طلب من وزير الداخلية أنه الولاد يتسحروا مع أهليهم النهاردة، وقال يا ريت نسارع في الإفراج عنهم، نسارع في الإجراءات يعني، ونسارع في الإفراج عنهم عشان النهاردة يتسحروا مع أهليهم. دي مش القايمة الأولى للعفو الرئاسي، كان في قايمة في 2016 تضمنت 82 اسم، قايمة تانية 2017 تضمنت 203 اسم، قايمة تالتة برضو في يونيو 2017 368 اسم، كان في بينهم 25 سيدة وفتاة و175 شاب أقل من 30 سنة. هذه القائمة الحقيقة كده بإجمالي، بهذه القائمة إجمالي المفرج عنهم بعفو رئاسي يصل ل 900 اسم. مش هيتضمن هؤلاء لا اللي هم لا اللي هم غير محكوم عليهم بأحكام نهائية، ولا الجنح، ولا اللي هم يعني في قضايا فيها عنف واستخدام متفجرات أو فيها تحريض على الدولة. المشهد ده هو أهم مشهد النهاردة، الصورة دي هي أهم صورة النهاردة، 332 شاب يعودوا لحضن الوطن، 332 شاب بيرجعوا بيوتهم، بيشوفوا مستقبلهم، بيشوفوا حياتهم، بيشوفوا بكرة، بيبنوا معانا البلد. 332 شاب يمكن أخطأوا، لكن في النهاية نشكر السيد الرئيس لأنه العفو الرئاسي خلاهم يرجعوا لنا مرة أخرى يساهموا في بناء هذا البلد. البلد ده مش هيتبني إلا بينا كلنا، كلنا، كل أطياف البلد كلنا يتبني بينا، وفي أولنا الشباب، الشباب سواء دول أو اللي موجودين مع الرئيس في مؤتمر الشباب أو الموجودين في الجامعات. الدولة دي والبلد دي مش هتتبني بقرارات، لكن هتتبني بالناس، بالأهل، بالمواطنين، وبهؤلاء الشباب.